أسعد الله مساكم بكل خير وعافية أحبتي مشاهدي قناة دبليو تي في وطن، وحلقة جديدة من برنامج ويانا تربح. اليوم عندنا أسئلة هواي محتاجين إلى إجابات، أكيد راح نشوف الإجابات الصحيحة، وأكيد راح يفوز ويانا هواي متسابقين، ويانا ماكو خسران، ويانا الكل رابح. خليكم ويانا. نعم احبتي المشاهدين، ما زلنا وياكم متواصلين اكيد ومستمرين ويا شبابنا الحلوين. السلام عليكم. السلام. رمضان كريم ان شاء الله. عليكم ان شاء الله. الله يسلمك. اسم بالخير؟ مقتدى. حياك الله حبيبي. ايه طالب وين؟ سادس. سادس علمي ادبي؟ علم احياء. علم احياء وتفتر بالمو والله ما جاي تقرا. هاي مناشده لاهلك خلي يشوفونك. ها؟ السلام عليكم. السلام. رمضان كريم، شلونك يا حبيبي؟ ان شاء الله. اسم بالخير؟ محمد عنان. حياك الله. جاسم طالب وين؟ اي طالب سادس. اثنيناتكم مشاردين، حلو. جاهزين لاسئلتنا؟ ان شاء الله. سؤال يقول: اين توجد جزر القمر؟ المحيط الهندي، المحيط الاطلسي، المحيط الهادي. جزر القمر؟ اي نعم، كونكم سادس وعلمي راح يجاوبون قبل، انتم بس تخايلوا. والله حلو الاختيارات. المحيط الهندي، المحيط الاطلسي، المحيط الهادي. ما اعتقد اكو جزء. لا والله شالوها. ما الاطلسي. وين المحيط الاطلسي؟ المحيط الاطلسي. انت شو تقول؟ انا اقول ما اعتقد موجود. شنو ما تعتقد؟ شلون هاي عقلي هاي شلون هاي دمر الجغرافيا. ها ما تدري المحيط الاطلسي. المحيط الاطلسي حلو. زين تصوم لو لا بس بقول هنا انا. ايه ها شو ما مبين. يلا جاوبني. سبتوا لكم على جواب حتى؟ ما اعتقد اكو جزء. محيط الاطلسي. محيط الاطلسي. جواب نهائي. الجواب الصحيح هو المحيط الهندي، مع الاسف اجابه خاطئه. شلونك؟ شو تحب تقول؟ مو ادبي مو جغرافيا. ما يخالف بس غير هم لازم تعرف. صحيح. مو صح لو لا؟ شكرا جزيلا لكم. الله يحفظكم اكيد. حبيت المشاهدين، احنا مستمرين وياكم ويا شبابنا الحلوين اليوم. السلام عليكم. السلام. رمضان كريم. عليكم وعليكم. شلون اخبارك؟ سم بالخير. محمد. كاسب طالب ولا كاسب؟ كاسب موفق يا حبيبي. جاهز؟ جاهز. السؤال يقول: ماذا يحد فلسطين من الشرق؟ مصر، الاردن، لبنان. 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 ايه. جواب نهائي. نهائي. نهائي نهائي. نهائي. مع الاسف الاجابه خاطئه، الاردن. اسف جدا. لا اي والله. شكرا جزيلا لك. نعم حبيبي. حبيبي الله يسلمك. نعم احبه المشاهدين اكيد ما زلنا وياكم مستمرين ويا شبابنا حلوين. ثلاثتكم هنا تفضلوا. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمه الله. رمضان كريم. رمضان كريم. الاسم بالخير. محمود. محمود حياك الله. السلام عليكم. السلام. رمضان كريم ان شاء الله. عليكم ان شاء الله. الله يسلمك. السلام عليكم. رمضان كريم. الله يسلمك. اسم بالخير. غسان. غسان طالب وين؟ والله تارك. تارك كاسب يعني. كاسب. كاسب. يضحك هواي. لا خريج شنو؟ خريج ضحك. خريج تربيه شنو؟ رياضيه. موفق. ايش بك يعني؟ ما ذكرت لك قدام الكاميرا دائما. قاعد يعقدون الولد. جاهز ان شاء الله؟ جاهزين؟ جاهزين ان شاء الله. من هي المدينه الاوروبيه التي يطلق عليها مدينه الضباب؟ لندن، باريس، نيويورك. لندن. باريس. باريس. لندن. ثبتوا لكم ثلاثتكم على جواب، انا اريد جواب. بس عندي سؤال. ضباب؟ اي مدينه الضباب. باريس. لا باريس مو مو باريس. انت شو تشجع؟ برشلونه. برشلوني. ريال. ريال. اجابته صحيحه. اعطيني اجابته صحيحه. انت مستوي انا المركز تيم بيوت ما اظن برشلونه. انا برشلونه. هذا مركز مال التجميل. ارد عند الخشم تستاهل كل خير ان شاء الله. جوابك صحيح وموفق ان شاء الله. بس شلون ناني ويا برشلونه؟ لا والله. لا لا صدق. تحياتنا لكل مشجعين اكيد ريال مدريد. شكرا جزيلا لكم حبايب قلبي. نعم احبتي المشاهدين اكيد ما زلنا وياكم مستمرين ويا شبابنا الحلوين الغالين. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون اخبارك؟ رمضان كريم. الله يسلمك الله يعزك.
طالب وين؟ أنا؟ بي؟ مبطل. ليش ما ترجع الدوام؟ ما أحب. لا، الدراسة أهم شيء. أنت يا مواليد؟ أنا؟ إيه. 2007. صدق؟ صدق. آه. خوش. لازم تدرس حتى تأخذ شهادة وتكون أكيد إنسان نموذج بالمجتمع. هي شهادة مطلوبة، لكن الإنسان كل ما يجتهد ويوصل للمرتبة العليا يكون إنسان أكثر صحيح. تفكير وأكثر وعي. صح لو لا؟ تأيدني؟ ودي بابا شنو وضعه؟ سؤال يقول أين توجد جزر القمر؟ المحيط الهندي، المحيط الأطلسي، المحيط الهادي؟ شلون؟ جزر القمر؟ قمر نعم. المحيط الأطلسي؟ المحيط الأطلسي. جواب نهائي؟ نهائي. نهائي مع الأسف المحيط الهندي جواب الصحيح. شكرا جزيلا لك حبيبي تاج راسي. شكرا جزيلا. نعم أحبة المشاهدين، أكيد ما زلنا وياكم مستمرين ويا عواننا العراقية الكريم. السلام عليكم. رمضان كريم. رمضان كريم. شلونك؟ شو اسمك؟ ها؟ شنو؟ أمولي. أمولي تكفى. بعدنا ما مسوين، بعدنا ما مسوي لقاء. كمشي المايك. ليش؟ كمشي المايك. كمشي المايك. لا ما يصير. غير اللي تاخذينه اخذيه اخذيه. أروح الملاعب. عسى أنا أخذ شو الملاعب، أوكي؟ لا كلات. لا كلات. شنو هاي كلات؟ أولاني كلات. شلونك قلبي؟ حبيبي. رمضان كريم ان شاء الله عليكم. اسم بالخير؟ كرار. كرار، حياك الله يا كرار. طالب كاسب؟ لا كاسب. كاسب، ان شاء الله خير. سؤالنا يقول ماذا يحد دولة فلسطين من الشرق؟ الأردن، مصر، لبنان؟ فلسطين. لبنان. لبنان، جواب نهائي. جواب نهائي. زين. شنو رأيك قاطر هالقمورة نشيل لك لبنان؟ تبقى لك عندك مصر والأردن. الأردن. 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 جواب نهائي الأردن. شنو؟ 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 هاي علي؟ علي تحكي؟ لا عاد إلا تفوزيني. فازت لا فزتي؟ مو كيفك. هاي فازت ويانا أكيد من تيمة بيوتي حتى تروحين يسوون خشمتي يسوون وجهك. ها؟ شكرا. اعطيني بوسة يصير؟ اعطيني بوسة. الله يحفظها ان شاء الله ويديمكم ان شاء الله يا رب. الله يسلمكم. نعم احبة المشاهدين اكيد هاي الفرحة ان شاء الله تدوم على عواننا العراقية جميعها وعلى كل اهلنا وشعبنا وناسنا الطيبين الغالين. اشتركونوا يانا. تعالوا تفضلوا. السلام عليكم. رمضان كريم ان شاء الله. الله يسلمكم يحفظكم يا رب. رمضان كريم ان شاء الله. الله يسلمك. اسم بالخير؟ ابو سيف. ابو سيف حياك الله. اسم بالخير؟ زهراء. زهراء ان شاء الله. جاهزين ان شاء الله لسئلتنا؟ السؤال يقول اين تم تصنيع اول كسوه للكعبه الشريفه؟ مصر، السعوديه، فلسطين؟ مصر. جواب نهائي. شو تقولي؟ ويا ويا ويا. جواب نهائي. نهائي نهائي. جواب صحيح. فستيانا اكيد مركز تيمة بيوتي للتجميل. تفضلوا. شو تحبون توجهون كلمه؟ رمضان كريم على الشعب العراقي ان شاء الله. الله يسلمك. الله يوفقكم. شكرا جزيلا. الله يحفظكم. نعم احبتي المشاهدين اكيد اليوم الكل جواب على اسئلتنا والكل رابحه ويانا اكيد ويا شبابنا وعوائلنا العراقيه الجميله اللي ان شاء الله تعم عليهم الفرحه والامن والسرور يا رب العالمين. السلام عليكم. السلام. رمضان كريم. عليك يا طيب. الله يحفظكم ان شاء الله. من وين؟ من بغداد. حياك الله. اهلا وسهلا. اسم بالخير؟ سعد العمشاري. حياك الله. اهلا وسهلا بك. شرف بك. جاهز ان شاء الله اسئلتنا؟ كلها زول. الله يعزك. ما عليك زول. سؤال يقول اين اول مكان اخترع فيه البارود؟ الصين، الروم، العرب؟ روسيا. الصين، الروم، العرب. وين؟ ماكو روسيا. اول سؤال. ماكو بالسؤال. الروم. الروم. جواب نهائي. نهاية نهاية. انتم شو تقولون؟ الروم. ها؟ عندها موهبة؟ شنو موهبتك؟ نسمعها؟ لا 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 نسمعها. لا بدعتك. تنزل مايك هيك حتى لو شيء بسيط. شيء بسيط. ها؟ هي شنو موهبتك؟ خلص. مهوار. ها؟ مهوار اي تشرف. والله انتم اهل الميدان واهل العز. الله يسلمك. جواب نهائي. نهائي. نهائي الروم؟ مع الاسف الاجابة خاطئة. الصين. شوف لو قايل موهبتك تعال هسه شوف. شكرا جزيلا لك. الله يحفظك. الله يسلمك. نعم أحبة المشاهدين اكيد متواصلين وياكم ويا اهلنا وناسنا. تفضل. السلام عليكم.
السلام. رمضان كريم. الله يسلمك. الله يعزك. صاحبك من ساعة ما جاوب. اليوم جاوبني. إن شاء الله يا رب. اسم بالخير. علي. علي حياك الله يا علي. السؤال يقول: أين توجد جزر القمر؟ المحيط الهندي، المحيط الأطلسي، المحيط الهادي. المحيط الهادي. المحيط الهادي. جواب نهائي. جواب نهائي. نهائي نهائي. تام عندك موهبة لو؟ لا ما. أبد. كل شيء ماكو. العطفة شوف لك موهبة جامع خطأ. المحيط الهندي. آسف جدا. حياك الله يا قلبي. وسهلا بك. تفضل. السلام عليكم. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. إن شاء الله. شرف بك. الله يسعدك. الاسم بالخير. رمضان. عليك. قول يا الله رمضان وشهر رمضان ها؟ شهر رمضان خير وبركة. موفق إن شاء الله. سؤال يقول: ماذا يحد دولة فلسطين من الشرق؟ ماذا؟ يحد على حدود فلسطين من الشرق. الأردن، مصر، لبنان. الأردن، مصر، لبنان. أي. مصر. مصر. جواب نهائي. 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 ومتأكد. متأكد. جواب خاطئ مع الأسف. هاي الأردن. الأردن. الأردن نعم. شكرا جزيلا لك. اليوم نريد واحد فايز. اليوم لازم يفوز واحد. اليوم نريد واحد يفوز. تفضل. اليوم مشتد اليوم. ها؟ اليوم شو ما حد جاوب. تفضل على الكاميرا. حياك الله ورمضان كريم. الجميع إن شاء الله عليك. إن شاء الله يا رب. بالخير صحة وسلامة إن شاء الله. الله يحفظك. الله يسلمك. اسم بالخير. مصطفى. مصطفى حياك الله. بصوف. سؤال يقول: ما هي المدينة الأوروبية التي يطلق عليها مدينة الضباب؟ لندن، باريس، نيويورك. باريس. باريس. جواب نهائي. نهائي. زين شنو رأيك نشيل لك باريس؟ ها شلوني؟ يعني نشيلها؟ نشيلها تبقى عندك نيويورك ولندن. مدينة الضباب. لندن. جواب نهائي. نهائي. بالكتاب الله. جواب صحيح. حطينا من انطاليا ابويا. تستاهل رحلة على متن انطاليا اكيد. شو تحب توجه كلمة؟ ان شاء الله شعب بخير. ان شاء الله صحة وسلامة للجميع. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. الله ممنون. ما عندك موهبة؟ لا. شكرا جزيلا. نعم احبة المشاهدين ما زلنا وياكم مستمرين. ابقوا معنا. نعم حبة المشاهدين ما زلنا وياكم مستمرين اكيد ويا شبابنا الطيبين. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم ان شاء الله. علينا وعليكم. الله, الله يحفظك. اسم بالخير. ولي. ولي حياك الله. طالب وين؟ طالب. انا طالب تخدير. ها؟ طالب تخدير. تخدير. يا مرحلة. مرحلة ثالثة. حلو تخدير يا قزوة. سحقي. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم ان شاء الله. علينا وعليكم. اسم بالخير. حيدر قاسم. حيدر. طالب وين؟ طالب تخدير مرحلة ثالثة. السلام عليكم. رمضان كريم ان شاء الله. بسم بالخير. حسن يا كريم طالب تخدير مرحله ثالثه. انتم بس وخمستكم تخدير؟ لا ها بس هاي السره. هاي جاي شعه. هاي جاي شعه. انا بعد ما اخلص تخدير اروح للشعه. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم ان شاء الله. علينا وعليكم. بسم بالخير. علي. علي حياك الله. اشعه. اشعه. حلوه هاي مال محمد اشعه. وزنه قافي. السؤال يقول لازم تجاوبونا علي خمستكم. شايف ذا سؤال من رخيص لان انت تذكرها. انت شو تسوي؟ تكمش للمايك هيجي. احنا راح نصير هذا ثلاثه من هالفريق ومن هالفريق. سؤال يقول: ما هي المدينه التي تسمى بمدينه الشمس؟ مدينه بعلبك، مدينه قرطاج، مدينه حمص. سؤال واضح. حلو. ما هي المدينة التي تسمى بمدينة الشمس؟ بعلبك، قرطاج، حمص. كل واحد يختار له واحدة. لا ماكو. عادي يجاوبون؟ اي جاوبوا. ها؟ عندكم جواب لو لا؟ عندكم جواب لو لا؟ اي يلا. بعلبك. 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 يلا. قرطاج. قرطاج. بعلبك. 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 هسه شو اريد اني؟ اريد خمستكم تتفقون على جواب واحد وانا راح اظل واقف. بعلبك. متاكدين؟ متاكدين ان شاء الله. زين خوش. زين واذا هو صح شلون؟ لا هو صح. الجواب صحيح اكيد فزتوا ويانا من
من مركز ديما بيوتي للتجميل والعناية أكيد. شو تحبوا توجهون كلمة؟ حتى شو اسمه حتى ما مرتبط يعني لا ودي عادي تروح اليوم الشباب كله جايب والله يحدد لحيته شكرا لكم على هاي المبادرة الحلوة الله يسلمك هاي الأجواء الحلوة الرمضانية ممنونين من عندكم الله يسلمك شكرا لكم هذه المبادرة الحلوة بالبان الله يسلمك الله يسلمك شكرا لكم على المبادرة الحلوة الله يسلمكم نحب نشكر قناة دبليو تي في على هاي الأمسيات الرمضانية اللطيفة شكرا جزيلا شكرا لكم على مبادراتكم الحلوه ان شاء الله الله يسلمك بس هو ترى للعلم الهديه يكون لهم ليش يا عاد انتم التقدير ما جاوبتوا انا جاوبت اول واحد كلكم بيناتكم حلوها ثم لا انا بس الامانه يعني حتى لا تتعاركون ها شلونك شو صحتك شو اخبارك انت تختفي تختفي وتطلع مو اي والله على المجازه على المجازه هناك جاهزه وهنا جاهزه ها صدق الدب شنو موضوع الدب اللي بتشتف مدير ها والله عم زين مديله صارت كلها بتشتف سؤال يقول جاهز جاهز ما هي اصغر دوله في العالم كولومبيا الفاتيكان اورغواي عربيه ها دوله ما هي اصغر دوله في العالم كولومبيا الفاتيكان اورغواي يعني واحده من الثلاثه اي يا هي كولومبيا الفاتيكان اورغواي ثاني واحده يا هي اورغواي اي جواب نهائي 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 اجابه خاطئه الفاتيكان شكرا جزيلا الفاتيكان اي حياك الله تفضلوا شباب السلام عليكم رمضان كريم ان شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله السلام عليكم رمضان كريم رمضان كريم علينا وعليكم قبل ثلاث حلقات الشباب كانوا طالعين مو امس اليوم يريد يفوز مو لا صدق محزن جاي اي هذا هو لك سؤال يقول اللي سب الخير بالبدايه نسينا احمد طالب وين والله من زمان تركت طالب وين طالب شنو لا طالب سؤالنا يقول ما هو اضعف حواس الطيور أضعف حواس الطيور شنو هو؟ أضعف حواس الطيور شم شم السمع سمع هسه احنا شو نريد؟ نريد تتفقون بيناتكم حتى تعطوني الجواب النهائي حلو من سيربح المليون هاي الوقت اذكر معروف هلا شباب شوف سمع سمع اتفقتوا على الجواب النهائي؟ جواب نهائي؟ جهنمت على كيفكم عايشين هاي شلون يقولون على كيفكم؟ بيها خيارات؟ ما بيها خيارات هذا سؤالكم الوحيد ما بيها خيارات ليش هاي شي شاركنا قبل فترة؟ عايشين هاي ها جواب نهائي؟ شو تقولون جوابهم صحيح لا؟ ها؟ صوت شوي ناصر يقول ما هو أضعف حواس الطيور؟ شنو هو؟ قلنا السمع لا بدون خيارات سؤالهم خطيه هاي شنو هاي سمع زين راح اغير لكم السؤال هذا هو. سؤال يقول ما هي اخر سوره نزلت في القران الكريم الكوثر سوره الفلق سوره النصر انا شو اسوي راح اعطيكم المايك باكر اجيكم ها لا شو تقول النصر النصر انت شو تقول سوره النصر النصر جواب نهائي طيهم جائزه طيهم جائزه تستاهلون تستاهلون كل الخير موفقين بعد تطلبون شيء حياكم الله اكيد احبه المشاهدين ويا شبابنا اكيد الحلوين المتواصلين وياهم اكيد ويانا شباب السلام عليكم رمضان كريم من دار على الكاميرا هيك بعد هيك صار بالخير علي علي حياك الله يا علي طالب وين؟ أنا إيطالي وين يا مرحلة يا قسم يا سادس شو ما سادس سادس مبين أكبر سادس وين راسم؟ وين ستة من السبعة لا صدق والله مطينا كأس العالم بالرسوم قلت الثالث السؤال يقول كم عدد عيون النحلة؟ ثلاث عيون أربع عيون خمس عيون أي ثلاثة أربعة خمسة ها عند دار هاي كامرتك غيره انا هاي شنو هاي
احنا غيرناها خطيه لان هم مشتركين مرتين وهم هم رسبوا هم رسبوا طب عرب ما يفيدهم لا صعب صعب يلا صعب اسال والله سؤال حتى ما يطلع الجواب يلا سمعنا شيء زين يقولون لكم وين شفتوا صدق لو لا لا لا, لا صدق لا الصدق لا الصدق والله هيك شيء بسيط ابد ودع شعر زين ولا شعر ابد يلا جاوبنا على سؤالنا الان خير ابد يلا ثلاثة أربعة هاي شنو ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة خمسة كيفك أربعة خمسة يلا زين غيره زين خلي سؤال علمي يعني غير هذا السؤال فكر. علمي يعني جغرافي أمور أنا طبعا ما غير السؤال فد واحد أنا ما غير سؤال بس شنو راح تغيره لو الله يهداك علي هو راد علمي ما هو المكون الرئيسي للزجاج؟ مكون الرمل الرمل جواب نهائي جواب صحيح ها غيرنا لك يا وفزت تفضل موفق ان شاء الله شكرا جزيلا نعم احبة المشاهدين ما زلنا وياكم مستمرين ابقوا معنا نعم حبة المشاهدين ما زلنا وياكم مستمرين اكيد ويا الحلوين السلام عليكم وعليكم السلام شلونك الحمد لله شو اخبارك الحمد لله السلام عليكم وعليكم السلام رمضان كريم علينا وعليكم شو اسمك تبارك وانتي شمس وانت انا علي علي يا ابو لسان تعال هيك تعال ولك هاي ضاعت يلا شنو موهبة عندكم يلا ثلاثتكم انا وشي واحد هاي شنو هاي يلا كنا نصير أنا وياك نجمة بالسما وغيمة سافر فوق ما نرجع نوف الكوكب وغيمة كنا نصير أنا وياك نجمة بالسما وغيمة سافر فوق ما نرجع نعوف الكوكب وغيمة وحنا نطيك ونعليك نجمة بالسماء نخليك نرسم بالهوى حبنا نلعي ربنا لديمة نقضيها عشق وجود مع من ناس حنية وبد ما نجيب طار فراق خلي الدنيا معلم يا سيدي شب حب فاي ومالك ومقيمة نسافر فوق ما نرجع نعوف الكوكب وغيمة عاش تيدي يلا انت شو سمعيني ناروش يا راوش يلا ويا خرج يا ويلي يا ويلي ويا خرج يا ويلي غير ماما أبد ما تدعيني غير ماما تعال علي حافظ ها يلا علي ارباي علي ارباي ويا ارباي ليش انت علي ارباي ويا ارباي ليش انت امري احد همنا حموقها من غير طالي الليل حل الشعر علي ارباي ارباي ليش انت علي ارباي ويا ارباي ليش انت شكرا صفقه صفقه لهم شباب يلا تستاهلون يلا شكرا نعم أحبة المشاهدين أكيد بهذه الروح والعفوية أنت هم؟ تعالي شو اسمك؟ غزان ها؟ غزان شو عندك موهبة برضه؟ علوم علوم؟ موهبتك علوم؟ زي شو تعرفين ترسمين؟ تعرفين تغنين؟ صف بس أرسم ها حلو شو تغنين؟ حياتي علوم لا شو تغنين؟ علوم تغنين؟ لا مو علوم شنو علوم؟ يلا شو تغنين؟ علوم علوم يلا نسمع ويجن الله يجن ويعلمك الله وبيها الخيرات ايه خل خل وبيها طب امي دكتور ودواء امي عز من الهوى كون احول عمري لها ايه كون انا وتنقلها الله الله عاشتيدك بطلة نعم أحبة المشاهدين أكيد بهذه الروحية وهذه العفوية ها عمو شو وقت يطلع؟ يطلع عقب باكر على يا قناة؟ على دبليو تي في الساعة 8 بثمانية تدللي
نعم احبتي المشاهدين، ما زلنا وياكم مستمرين اكيد، ويا عوائلنا وناسنا. وحدك لو منو تعالوا وياه، يلا تعالوا ثلاثتكم اكيد بهاي الفرحه وهاي اللمه وهاي الحيويه اكيد، ويا عوائلنا العراقيه الحبيبه. السلام عليكم. السلام. رمضان كريم عليكم. شلونكم؟ لا يم المايك مو وياكم. عندكم موهبه؟ لا انا بس حاضرين شعار، يعني شعار اي يلا نسمع شعافك. يقول احبك تعال. حتى من تكون زعلان اي من يحبني غيرك ما اريدك. خوش انت اول حبيب واول انسان، من يبتعد ياخذ روحه بيدك. الله انا بعدك كل شيء ما اسوى. اكو ناس فراقهم بلوه وانا حاسبك بسوء، امه وضحكتك والهوى. الله الله عاش احساسك. وانت بعد ابد كل شيء ما عندك؟ جاهزين لاسئلتنا؟ ايه سؤال يقول ما هي المدينة التي تسمى بمدينة الشمس؟ مدينة بعلبك، مدينة قرطاج، مدينة حمص. مدينة حمص. حمص. عدل. ما هي المدينة التي تسمى بمدينة الشمس؟ بعلبك، قرطاج، حمص. الاختيارات شنو؟ بعلبك، قرطاج، حمص. بعلبك. بعلبك. هاي قلت له حمص. حمص. طيب. أنتم لازم هسه تثبتون على جواب واحد. حمص. حمص. ويا جواب نهائي. نهائي. على اسف الجواب خاطئ. بعلبك. شكرا جزيلا لكم. الله يحفظكم. تعال تعال موتتني موتني. هاي كلها من وراك. جاهز ان شاء الله. حلو. سؤال يقول ما هي اصغر دولة في العالم؟ كولومبيا، الفاتيكان، اوروغواي. ما هي اصغر دولة في العالم؟ فاتيكان، كولومبيا، اوروغواي. فاتيكان. جواب نهائي. نهائي. وفزتوا ويانا اكيد من شركه انطاليا للسياحه والسفر. تفضل تستاهل كل الخير. نعم احبه المشاهدين، ما زلنا وياكم مستمرين اكيد بين اهلنا وعوائلنا وناسنا. ابقوا ويانا. نعم احبه المشاهدين، ويانا فنانه مو شو سمعينه؟ مريم. مريم؟ انت اسمك مريم؟ لو شو سمعين انت؟ أغنية. يلا خاتش المايك. تفضلي. وجهك الكاميرا. دام مسيطرة. اي. همشيك ماستر عشان لك لا شفت الشارع من تكبوس اللي ورا. ايوه انا مسيطرة. يا حتة سكرة. ايوه. طول ما انت معايا تمشي على الهواء انا متكبرة، انا متكبرة في حياة حذرتك منها وعنيك زيغت لمها. دير بالك ها. ايه. استنى انا لسه بكلمك ولا انت انا هفضل افهمك. اليوم ما عملتك قلت لك لو بصت برا هزعلك. ايه. لو بصت برا هزعلك. عافية عافية عافية. عايز تيجي تصفقوا لي يا شباب؟ يلا تستاهلين. شكرا جزيلا. شكرا يا عمري. نعم احبة المشاهدين اكيد ويانا عوائلنا العراقية الجميلة. السلام عليكم. رمضان كريم. رمضان شونك. كريم علينا وعليكم ان شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله. الله يسلمك. شلونك؟ اوه دارت وجهها زعلانة اليوم. ما رحت المناحي؟ احكي وياك. اوه شلونك؟ زين. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم وعلينا. ان شاء الله. شو اسمك؟ محمد. محمد ابو جاسم. جاهز ان شاء الله اسئلتنا؟ ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. سؤال يقول كم عدد عيون النحلة؟ خمسة عيون، ثلاث عيون، أربع عيون. النحلة؟ اي. خمسة، ثلاثة، ايش قد؟ خمسة، ثلاثة، أربعة. احنا قالب لكم اياها. انت شو تقولي؟ ايش قد؟ اوه. نقول خير الامور اوسطها. خير الامور اوسطها. يا رقم؟ ثلاثة. ثلاثة. جواب نهائي؟ ان شاء الله. ان شاء الله. انت شو تقول؟ ثلاثة. ايش قد؟ ثلاثة ويا بابا؟ جواب نهائي؟ مع الاسف الاجابة خاطئة، خمسة. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. الله يحفظك، الله يسلمك، شكرا جزيلا. شبابنا تعالوا. تعالوا كلكم الواقفين خلنا نسوي. يلا تعالوا وقف صفك. السؤال سهل انا ترى سليماني ابد ما شايف. ها خلوا وقف نصكم. يا الله تعالوا روحوا اثنين مننا انا وانتم اثنين مننا انا. يلا هيك هيك صغير روح هيك تعال هيك. جاهزين للسؤال؟ جاهزين. سؤال يقول
سورة في القرآن الكريم. ها أنتم وياهم لو لا ها أي وراهم طهم مجال. السؤال يقول سورة في القرآن الكريم ذكرت فيها البسملة مرتين، سورة الأنفال، سورة النمل، سورة الكهف. سورة الأنفال. الأنفال. الكهف. كهف. سورة ذكرت فيها شنو؟ البسملة مرتين، سورة النمل، الأنفال، الكهف. الكهف. كهف. كهف. جواب نهائي. أنتم شو تقولون؟ الأنفال. بعد عدة. الأنفال، النمل، كهف. لا بس الأنفال، النمل. النمل وكهف. كهف. كهف. تثبتون أربعتكم؟ على لا لازم تثبتون هسه أربعتكم على جواب نهائي. كهف. ها. كهف وياهم. كهف وياهم. جواب نهائي. مع الأسف الجواب خاطئ، النمل. شكرا جزيلا لكم أكيد شباب، الله يحفظكم. تعال. برشلوني. برشلوني مو؟ إيه. هسه وراهم تستعيوني. سؤال بسيط، قاعد بالامتحان اغششك. شو اسالكم؟ هاي شنو انا قالب شو اسمه؟ قالب الاسئله. قالب الاسئله. هي نوم شلون سؤال جاكم؟ بلا اختيارات. لا يلا بالله خلينا نشوف، لا سهل سهل ولا صعب صعب. السؤال يقول بالبداية رمضان كريم، أنا التينا في برشلونة كلها من وراك. علينا وعلى شعب العراق. طلباتي. طلباتي مو؟ شركة طلباتي طبعاً. نسوي لكم إعلان. ما نحتاج إعلان طبعاً، إحنا هو إحنا مشهورين إحنا. والنعم منكم. والنعم منك حبيبي رحمة الله. اسم بالخير؟ وليد أنا. وليد. علي موسى. علي موسى. طلاب لو بس. لا لا أنا مو طالب، أنا الجامعة مخلص. خامس ابتدائي عرفت المدرسة. ها. شقي تارك ها؟ لا لا مو حلوة. مو حلوة. موفق ان شاء الله. سن تعال ادرس ادرس، موتتنا ما تنجح. سؤال ما ينجح. سؤال هسه الطلبه كلهم ايه. هاي طبعا توجيه الطلبه ايه. يعني الطلبه هسه ترى اللي ويانا وطلباتي ترى كلهم خريجين ايه نفس الوقت قاعدين شكو بيها راح تجي الفرصه يتعينون. وين الفرصه؟ صح لو لا زوجتي محاضره تخرج من 2017 لل 22 ما هاي مناقشه ده 22 يلا حد يسوي. لا لا والله سووها عمي الحكومه العراقيه وقعد طلباتي حاضر بلا شيء. لا ايش من فايده انت درست ما درست العراق مستقبل العراق احنا حتى والنظام غير كله شغل تطلع ساعه كفيلك الله من 7 الصبح للأربعة من الأربعة ل 12 الله يسعدك. جاهزين ان شاء الله للسؤال؟ يلا. سؤال يقول ما قهروني يلا يلا لا قهرتونا غير السؤال يا ابو هذا العراق كله ترى مو بس احنا راح اغير لهم السؤال يلا غيره هو سالم شلون اسئله شلون خط استاذ مؤمل هذا علي اي سؤال يقول اين تم تصنيع اول كسوه للكعبه المشرفه مصر سعوديه فلسطين سعوديه سعوديه فلسطين فلسطين تبتوا لكم على جواب يلا ياوة ياوة مصر وسعوديه وفلسطين فلسطين فلسطين لا لا انا غير وين مصر 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 انت شو تقول فلسطين هسه شنو اريد بياناتكم تجاوبون وتعطوني جوابكم النهائي على حد فلسطين انا اقول مصر هسه اريد جواب نهائي لازم جواب واحد انا اعطيتكم هاي حتى يعني لازم اثنيناتكم نفس الشيء اوه باي شو باي خلاص ابو دراجه لا مصر لازم تبتوكم على جواب انا شو اسوي؟ راح احط المايك يمكم وان شاء الله بعدين اجيكم اذا قصرت ما كنت اتحاد بابا يلا عم فلسطين فلسطين جواب نهائي نهائي اجابه خاطئه تعاركوا ليش هيك خسرت؟ مصر 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 والله انا مصر جاوبتك روح عزمه روح عزمه لا مفروض هي الاجازه لي ما بس ليش؟ لان هو بدل شكرا جزيلا الله يحفظكم الله يسلمكم تفضل يابا خدمتك خلي الحجي تعال وياك هناك لا مو اه السلام عليكم السلام رمضان كريم الله يسلمك اسم بالخير؟ اسمي علي علي حياك الله الله يسلمك سؤال يقول اين توجد جزر القمر؟ المحيط الهندي، المحيط الاطلسي، المحيط الهادي. المحيط الهادي. الهادي. جواب نهائي؟ جواب نهائي. نهائي. مع الاسف جواب خاطئ الهندي. الهادي. الهندي. الهادي. الهندي والله.
هذه هي نطلع هي جنوب افريقيا خلينا نطلعها بالجوجل خلينا نطلعها بالجوجل ها هي جنوب افريقيا لا والله يشهد بالهندي ما اعرف هل جنوب افريقيا لا لا انا غير كاتب الاسئله راح يشككنا بروحي مشكل الهندي وليس الهادي صحيح كلام الصفحه الثانيه شكرا جزيلا الله يحفظك الله يسلمك شكرا جزيلا تعالوا شباب شلونك شلون اخبارك رمضان كريم الله يسلمك رمضان كريم ان شاء الله الله يسلمك رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله على جميع العوائل العراقيه الله يسلمك اسم بالخير سجاد حيدر حيدر طلاب وين والله انا يعني كاس موفق طالب وين كلية يا قسم يا مرحلة دار اقتصاد مرحلة دار... ثانية ها موفق ان شاء الله اي سؤال يقول نكون على الرياضة على الرياضة ماكو وين عزلنا بين سبورت وعزلة سؤال يقول من هي المدينة الأوروبية التي يطلق عليها مدينة الضباب باريس نيويورك لندن طلع ايده من هي المدينة الأوروبية التي يطلق عليها مدينة الضباب باريس نيويورك لندن باريس ميونخ شنو نيويه وين هاي نيويورك 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 اليوم اللي تقولها صح نيويورك 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 بعد نيويورك شو تقولون صحيحه صحيح ها صحيح ولا صحيح قالها مو صح ها نيويورك جواب نهائي انت شو تقول ها انا قافل عن نيويورك قافل الو اليك باريس باريس عسى تتفقون على اثنيناتكم اتفقوا براحتكم على جوابنا ها انا باريس لا اتفقوا لازم على جواب واحد انت شو تقول هاي شنو انت شو تقول قوي اسالني انت شو تقول انا نيويورك نيويورك هذا هو لين صعبه ها نروح ويا باريس انت ها لازم تثبتون على جواب واحد تعبتوني تعبت لندن لندن هاي شنو هاي شو منين جت لندن نيويورك نيويورك لو لندن لو باريس نيويورك 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 جواب نهائي لندن لندن ما يثبتون اليوم على جواب هاكم المايك بس يلا بيناتكم راح يتعاركون شنو انت منهم ضوجك تعال ها هو انت شايفه رايح نيويورك رايح لنيويورك ها يلا عم نيويورك على حكايتك ها ثبتون ثبت جاب خاطئ مع الاسف لندن شوف نيويورك نيويورك كبس انا قلت لك لندن شكرا جزيلا لكم الله يحفظكم الله يسلمك تفضل السلام عليكم رمضان كريم ان شاء الله علينا وعليكم الله يسلمك الله يعزك اسم بالخير مرتضى طالب كاسب والله كاسب بس ازياء ملابس موفق ان شاء الله يا رب عاد كاجوال رسمي لا والله نسائي ها نسائي موفق ان شاء الله وين يا منطقه سوي لك لا العبيدي اه العبيدي موفق ان شاء الله الله يسلمك سؤال يقول ماذا يحد فلسطين من الشرق لبنان الاردن مصر ماذا يحد نعم حدود فلسطين لبنان فلسطين مصر تعال بس احكي وياك انت ليش ضايق الخيارات لبنان الاردن مصر 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 جواب نهائي جواب نهائي مع الأسف الجواب الصحيح هو الأردن آسف شكرا جزيلا الله يحفظكم اشتركوني أنا نعم أحبة المشاهدين ما كل يوم ربحان ما أدري شو كل يوم هاي كلها بسببك أحمد فلاح خلي العالم تفوز خو حسن بالضيف يلا خليكم ويانا نعم أحبة المشاهدين ما زلنا وياكم مستمرين أكيد بين أهلنا وناسنا وإن شاء الله هذه الفرحة الديم والدوم إن شاء الله على وجوه أهلنا وناسنا العراقيين السلام عليكم وعليكم السلام رمضان كريم إن شاء الله عليكم وعليكم إن شاء الله الله يسلمك الله يخليك اسم بالخير حسين سعيد حسين حياك الله السلام عليكم حمودي شو اسمك أنت
شو اسمك؟ حمودي. اسمك حمودي؟ ايه خوش. يوم ضايج هو. ايه ما لعب بالملاعب كليته. هسه تروح تلعب بالملاعب؟ ها؟ مستعد؟ لعب بالملاعب وبعدين رد يلعب. موفق ان شاء الله، الله يحفظك اليك ان شاء الله يا رب. الله جاهز اسئلتنا؟ ان شاء الله. ان شاء الله، سؤال يقول: أين أول مكان اخترع فيه البارود؟ الروم، الصين، العرب؟ الروم. 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 جواب نهائي. جواب نهائي. 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 مع الأسف الإجابة خاطئة، الصين. شكرا جزيلا. أشكرك حبيبي. الله يحفظك. الله يسلمك. نعم أحبة المشاهدين أكيد متواصلين وياكم، الله يسلمكم، متواصلين وياكم أكيد ويا شبابنا الحلوين. طيبين شلونكم؟ شنو أخباركم؟ رمضان كريم. الله يعين عليكم. رمضان كريم. الله يسلمك. السلام عليكم. رمضان كريم. اسم بالخير. علي. علي. رضا. طالب وين؟ طالب. 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 طالب متوسط. متوسط. أو جاي أنت تقرون بالمون، شو وقت تقرون أنتم؟ شو وقت تقرون؟ سؤال يقول: أين تم تصنيع، لازم حتى تقول عيد تعبت، أين تم تصنيع أول كسوة للكعبة المشرفة؟ مصر، السعودية، فلسطين. مصر. وين؟ مصر. سعودية. 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 تبتولكم على جواب. سعودية. حلو. عيده. أين تم تصنيع أول كسوة للكعبة المشرفة؟ أي. أي. أنا عيد. فلسطين، مصر، سعودية. 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 جواب نهائي. نهائي نهائي. مع الأسف الإجابة خاطئة، هو مصر. ما ثبتوا يا من البداية. إيش فيكم يا حظي؟ شكرا جزيلا لكم. حياكم الله. الله يحفظكم. تعالوا. تعالوا. ها تعال، شو اسمك؟ علاوي. علاوي. علاوي والمشاكل انت شلونك؟ زين زين لو زين زين زين. تعال شلونك؟ شو اسمك؟ شمس. زين كلهم بالزين شلون هاي؟ شلونكم؟ زينين؟ جاهزين لاسئلتنا لو لا؟ ها يا صف انت روضه لو وين؟ بالروضه؟ اي بالروضه. وانت ثاني؟ ناجحه؟ اول. انت اول؟ هو اول لو بالروضه؟ يقول اول. يقولون ما اول. ها لازم اول مو؟ يا حجي لازم، ما يصير. جاهزين لاسئلتنا؟ ها؟ شو اسالكم؟ بالقراءة موجود دار لو داران؟ داران. ها؟ داران. داران؟ جواب نهائي؟ لا ها؟ دار لو داران هسه؟ داران. هاي شنو هاي؟ حيرتوني، دار لو داران؟ دار. ها دار؟ دار لو داران؟ دار. دار؟ جواب نهائي؟ نهائي؟ اي نهائي. هو موجود دار وداران بس انتم فزتوا. اكيد فزتوا ويانا من مركز فيما بيوتي، تفضلوا تستاهلون. ها شلون سؤال؟ حلو. حلو؟ حلو سؤالي ولا؟ ها؟ شي؟ عندك صفحة بالتيك توك؟ ايه. ايش تنشر عليها والله؟ والنعم والله، ايش تنشر عليها؟ ها؟ اظن شنو؟ ايش تنشر؟ عندك صوت؟ يلا خلينا نسمع. خلف الله علي قلبي مخلينا اعوفك، يوم ما اشوفك الحين غيد اللي حلو. يوم ادري كل فيك واني غافل، اعرف استايل بس قرب جبرني. تقدر تحمد الله. ايه. والقدر عذالي. حبي حبي يا ابي. اعطيني بوسه. يلا شكرا. اعطيني بوسه. كانوا مقلبوني. الله يحفظهم ان شاء الله. الله يديمهم ان شاء الله يا رب. نعم احبه المشاهدين، وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. اكيد بعد هذا التعب اليوم مصورين الابطال يا يشر لي تعبانين عديد، يلا هسه نصور حلقه ثانيه بعد. اكيد كل الحب والشكر للمصورين المبدعين حسن الماجد المبدع واحمد فلاح المبدع، اكيد الابطال اللي تعبوا ويانا خلال هذه الفتره كلها، واكيد تحياتنا العلاوي الماجدي، تحياتنا اداره المواقع مؤمن لامي البطل اللي تعبان ويانا ويكتب لنا اسئله دائما، موفق يا مؤمن. نعم وصلنا معكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل
على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله في أمان الله.